السلام عليكم ورحمة الله إلى كافة الشباب الصحراوي والشابات والآباء والأمهات. هذه الخاطرة خاطرة تعني شيئا من إصلاح المجتمع، مجتمعنا نحن الصحراوي، والله المجتمع العربي كافة. يعني ظاهرة المقاهي في مجتمعنا، احنا مجتمع محافظ، والمقاهي أصلا كانت تعد للغرباء، يعني ما كانت لنا بها صلة من قريب ولا من بعيد، أصبحت هي المكان الوحيد الذي يتلقى فيه الشاب درسه اليومي والشابة والرجل، وأصبحت المرأة كذلك. الخطيرة هي سلي المقاهي عن شبابنا، سلي المقاعد، سلي الطاولات، سلي الدروب والأزقة، سلي العاريات، سلي مخافر الشرطة، سلي الهروات، سلي المحاكم، سلي المعتقلات. تجيبك صحائفهم ملونة بدمائهم، ممزقة بالآهات. آه يا شباب، قد ضاعت مكارم الأخلاق وتلاشت تحت وطأة المخدرات. ألا تصحو من غيبوبة قد دامت سنوات وسنوات؟ وأنتن يا بنات الكرام، يا أمهات، يا من لبسنا من الثياب أفخرها وتزينا بالذهب والفضة والمجوهرات، ونسينا أنهن كريمات وتناسينا أنهن مسلمات. وأنتم يا رجال الأمة، يا من جعلتم حب المال والسلطة فوق كل الاعتبارات، ونسيتم أنكم مسؤولون عن كل الخطوات. أما سمعتم عن عمرة وعن حاتمة وعن المعلقات؟ وعن كلكم مسؤول عن رعيته وعن الطيبون للطيبات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.